استشارتنا الطبية النهاردة زي ما متعودين ليها علاقة بعالم الصحة والرشاقة، واللي كتير من مشاهدينا بيستنوها عشان يتعلموا من خلالها ازاي يحافظوا على صحتهم ورشاقتهم. هنتكلم عن الناس اللي بيحبوا النشويات والسكريات واللي بالنسبة لهم بتكون زي الإدمان ومش عارفين يسيطروا على نفسهم من كتر حبهم بيها، وخصوصا واحنا داخلين على راس السنة، يعني الأيام دي بقى كلها أكل وحلويات وعزومات. من ورانا النهارده في الاستوديو الدكتوره اميره مهيب، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما، واللي هتعرفنا ازاي نعالج مشكله ادمان النشويات والسكريات. مساء الخير يا دكتوره. ازيك؟ ربنا يخليكي. والالوان الحلوه دي النهارده، الوانك انت اوتفيت النهارده كلها كريسمس. يس. كريسمس يعني. والاهلي بقى برضه. الاهلي. ايوه طبعا. قولي لنا بقى يا دكتور، كلمينا في الاول عن اضرار النشويات والسكريات. طيب احنا مبدئيا عايزين نبقى متفقين ان اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب للضهر. ده معناه ايه؟ معناه ان انا جسمي محتاج كم عدد من السعرات الحراريه او اللي هياخدها منين من السكريات والنشويات عشان يقدر يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته بشكل صحيح. طيب المشكله اللي بتحصل ايه؟ المشكله بتحصل ان احنا بيبقى عندنا نهم لاكل النشويات بطريقه يعني كبيره جدا. ده ليه بقى؟ لان احنا بنستمتع واحنا بناكل النشويات والسكريات، وبيبقى يتفرز عندنا دوبامين بقى والسيروتونين بيعلى، فالدنيا بتبقى جميله قوي. احنا لازم نفهم جسمنا الاول عشان نقدر نحدد الكميات دي. ده بيبقى ازاي؟ يعني الاول لازم ابقى عارفه ان انا عندي نوعين من الكربوهيدرات، عندي السمبل كارب والكومبلكس كارب. السمبل كارب ده اللي هو بيكون من اي حاجه لونها ابيض، يعني دي الابيض، الرز، المكرونه، المعجنات طبعا، وكل الحاجات دي بتتكسر او بتبدا اول عمليه هضم ليها في الفم. يعني ايه؟ يعني الحاجات دي بتتكسر وتتحول لجلوكوز. انا جسمي ومخي محتاجين فعلا جلوكوز بس بنسبه معينه او سعرات حراريه معينه. أوكي. اللي بيحصل ان طبعا هرمون الدوبامين والسيروتونين بيعلى جدا، بنحس بسعاده رهيبه واحنا بناكل الحاجات دي، فبنبدا نخش في حته ادمان شويه ونبقى عندنا كريفنج قوي على اكل الحاجات دي. على عكس تماما الكومبلكس كارب اللي هي بتتكون بقى في الدقيق البني والرز البني والتوست البني، العيش البني، كل الحاجات دي عباره عن الياف او حبوب كامله، فبالتالي عمليه هضمها بتبقى في المعده بتاخد وقت اطول، تديني احساس بالشبع اكتر، على الرغم ان هما الاثنين نفس السعرات الحراريه. أوكي. بس انا هنا لما باكل الحاجات الحبوب الكامله ما بيجيش عندي احساس الكريفنج ده ان انا عايزه اكل منها تاني، مش زي اللي بيحسس بيديني شبع كمان فبيهدي الموضوع شويه. المشكله اللي بتحصل ان احنا لما بنحب ناكل الحاجات دي قوي ده بيعلي الجلوكوز عندي في الدم، فطبعا المخ يبدا يرسل البنكرياس طلع انسولين كتير. يطلع انسولين كتير يعني انا هوصل لمرحله معينه انا كل الخلايا اللي في جسمي مش حاسه بكميه الانسولين الموجوده ومش قادره تعمل المفعول بتاعها صح، فبالتالي ممكن اخش في حته مقاومه الانسولين والحرق عندي يبقى زيرو. فلازم ابدا احاول بقدر الامكان ان انا اقنن الكميات اللي انا باكلها علشان ما اوصلش للمرحله يعني دي. يعني ايه مقاومه الانسولين؟ مقاومه الانسولين دي انا باخد سكريات كتير، فانا جسمي بيفرز انسولين كتير جدا مش النسبه المطلوبه المفروض ان هو يفرزها. يعني انا الانسولين عشان يبدا يعمل يعني شغله صح يتفرز بنسبه معينه بحيث ان هو يحفز الجسم ان هو يبدا عمليه الحرق بتاعته. لما يعلى عندي قوي في الدم وانا اوريدي جسمي اوريدي واخد المخزون بتاعه الطبيعي اللي هو المفروض ياخده وعندي مخزون زياده بيبدا يحول الحاجات دي لدهون. فاهماني؟ بس فدي القصه بصوره مبسطه يعني. حلو قوي. فانا لازم احاول بقى ايه ان انا ما هو يعني انا يعني اعتقد يا دكتور يعني هو الموضوع احنا كده لو قعدنا نفكر فيه بس كده يعني انت حضرتك طبعا عارفه ان اي حاجه بتبتدي من هنا. لو انا ابتديت اعرف قد ايه السكريات دي مضره جدا بالنسبه لي، قد ايه بتقلل المناعه، قد ايه بتعمل مشاكل كبيره قوي في صحتي، هبتدي افكر وانا باخد ده لازم افتكر ان ده هيضرني قد ايه. فبدل ما اخد كميه كبيره انا ممكن اخد حاجه، كلنا بنكريف الحلو يعني بحب الحلو برضه، بس انا ممكن اخد مش لازم اخد حته قد كده، انا ممكن اخد حاجه بس احس بالتيست بتاعتها وابقى رضيت يعني ساتسفايد بالتيست ده. دي متهيألي كلها حاجات ثوتس منتال، حاجات لازم احنا نعودها لنفسنا. بتعملوا ده ازاي للمريض؟ يعني دلوقتي لما بيجي لك حد عنده مشاكل نشويات وحب سكريات بتقعدي بقى تسيستميه ازاي؟ اعتقد ان هو محتاج سيستم من هنا الاول. بالظبط. هو عامه الناس اللي بتبقى عندها ادمان للنشويات والكربوهيدرات عموما والسكريات
بيبقى فعلا ادمان زيه زي الادمان. مرحله ان انا اخرج منه لازم اخرج منه تدريجيا. ما ينفعش ابدا مريض سمنه يبقى جاي لي وبيشتكي ان هو وزنه زياده وعنده مقاومه انسولين وعنده شره كمان لاكل النشويات والسكريات دي، اجي اقول له 1 2 3 لا انت هتقطع الاكل ده كله، هيقول عليا مجنون الست دي ولا ايه، انا مش قادر، انا في حاجه بتتحكم فيا جوايا اكبر بكتير من ان انا اقدر امشي على الحاجات دي. عشان كده احنا لازم يبقى في عوامل مساعده تحاول ان احنا نساعد بيها المرضى بتوعنا ان هم يقللوا الكميات ويقدروا يتحكموا في الوجبات بتاعتهم، زي كورس الانسولين. كورس الانسولين هو عباره عن الياف طبيعيه غنيه بفيتامين سي وماده البرومالين، الاثنين دول مع بعض بيعلوا عندي المناعه، لان طبعا فيتامين سي معروف طبعا دوره وقد ايه هو مضاد للالتهاب وازاي بيعلي المناعه، واحنا محتاجين الموضوع ده جدا الفتره كمان فتره الشتاء دي. بلس كمان ان هو بيعمل ايه، بينفش في المعده فبيملي لي حيز كبير قوي في معدتي، بيسيب لي تقريبا تلت او ربع المعده هو اللي اقدر اكل بيه الاكل اللي انا محتاجاه. انت لو واكله اكله تقيله شويه وقدامك حاجه مسكره وانت شبعانه هتقدري تاكلي؟ لا هحس بقى هتحسي ان ممكن تاخدي حته صغيره منها ومش هتقدري تكمليها. مزبوط. غير ان انا لما ابقى على معده فاضيه مثلا وابقى لا انا كريفنج قوي ان انا اكل دلوقتي مثلا بسبوسه، طب هاكل حته، طب الحته تكبر معايا شويه كمان ممكن اكل حته كبيره. اسمها كده اسمها صينيه اسمها صينيه بسبوسه وربع كيلو قشطه معاها. ايوه ايوه بس ده ما تبقاش مجزعه اصلا. الدكتوره مش مصدقانا، ما تقولش الكلام ده، احنا المفروض تفضلي يا دكتوره. لا احنا المفروض، انا ما عنديش مشكله ان احنا ناكل الحاجات دي، بس ابقى بحاسب وانا باكل، ابقى واخده بالي كويس قوي من الكميه اللي انا باكلها. فانا كورس الانسولين بيساعد معايا جدا المرضى اللي هم عندهم طبعا بيقلل الكميه جدا. انت بيتبقى لك ربع صغير تقدري تاكلي بيه اللي انت عايزاه. انا مش هقدر اقول له في الاول لا والنبي خد 3 وجبات وفي النص سناكس، كل تفاحه كل موزه، طبعا المفروض ده الصح، بس انا لازم ابدا اعوده ان هو يغير العادات السيئه بتاعته لعادات صحيه بالتدريج، بحيث ان انا اوزع له الوجبات بتاعته على مدار اليوم وياخد قبل الوجبات الرئيسيه الانسولين على نص كوبايه ميه، وبعد كده يشرب 2 كوبايات ميه كبار عشان يعمل مفعوله ويملى في المعده كويس، وابدا بقى اكل. هو من نفسه مش هيقدر ياكل، ومع الوقت نبدا بقى نبدل العيش مثلا الابيض بعيش بني، نبدا نغير مثلا نقلل كميه الرز شويه. انا جسمي فعلا محتاج النشويات دي، انا محتاج النشويات دي ومحتاج الجلوكوز ده عشان اقدر يعني اعمل الوظائف الحيويه بتاعتي صح، بس محتاجه ان انا اقللها. فانا عندي انواع كمان من الكورس بتاع الانسولين على حسب طبعا طبيعه كل مريض بتختلف من حد للتاني. عندي كورس الانسولين العادي وكورس الانسولين المكثف. كورس الانسولين العادي ده مكون من الالياف اللي احنا اتكلمنا عنها زائد سكر سيسل. طبعا حد مريض سمنه اكيد بيحب الحلويات، فلازم اديله بديل للسكر الابيض. فانا عايزه اديله حاجه يبقى طعمها حلو وفي نفس الوقت ما فيهاش طعم الافتر تيست بتاع الاسبرتام اللي بيبقى غالبا موجود يعني في منتجات كتير، بيغير طعم الحاجه وهو كمان بيبقى مش راضي وبقى عايز يرجع ياكل او ياخد اي حاجه فيها سكر طبيعي. سكر سيسال من الحاجات الحلوه جدا لان هو في ماده السكرالوز، الماده دي هي معتمده من الاف دي اي، وميزتها ان هي زي ما بتخرج بتدخل الجسم بتخرج منه بدون اي اثار جانبيه. فانا كده يعني ضحكت على مخي طبعا بالظبط خدت حاجه مسكره وفي نفس الوقت احساس السعاده جالي من غير ما اذي جسمي بالزبط. كمان ان هو ليه فتره يعني ليه زي ثبات حراري عالي، فممكن استخدمه بقى في الحلويات الهلسي، اعمل كوكيز مثلا بالشوفان، اعمل كيكه مثلا هيلثي اخدها واحط عليها السكر ده، احطه بقى على اي مشروبات انا باخدها، ف وما فيهوش الطعم بتاع الاسبرتام. بنعمل بدايل ونتحايل. طب انا بالظبط عشان بنتكلم عن السكر، قبل السكر احنا معانا مداخله اميره من حاله جربت الانسولين اسمها امنيه. امنيه ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. امنيه عايزاكي تحكي لي الاكسبيرينس بتاعتك مع الانسولين والكويس كده، قولي لي خسيتي قد ايه، بداتي بقالك قد ايه؟ هو انا خسيت 20 كيلو شهرين. ما شاء الله شطور دكتور نهال طبعا. ما شاء الله طبعا مع دكتور شيماء. شيماء دكتور شيماء دكتور شيماء نشكرها طبعا يعني مجهود جبار. طب احكي لي يعني لما كنت بتاخدي الانسولين هل كان بيبقى عندك اي مشاكل في الهضم؟ هل كنت بتحسي انه الامتلاء بتاع المعده ده كان بيضايقك باي شكل من الاشكال؟ لا
لا لا بصراحة ما كانش فيه أي حاجة، يعني هو طعم حلو جدا عامل زي الأناناس، زي الأناناس؟ هو بتعمل الأناناس ذواق. فعلا. أنا بصراحة مطلعاني على طول. أنت عندك كام سنة؟ عندي 30. بس 30. صوتها صوتك صغير قوي. انا قلت لما بدأتي الكورس يا شيم الدكتور بتسألك لما بدأتي الكورس كان وزنك قد ايه؟ كان وزني 100 كيلو، ودلوقتي دلوقتي ما شاء الله 60. ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت كده 40 كيلو في قد ايه؟ في شهرين. لا اكيد اكتر من شهرين. خسيتي 40 كيلو في قد ايه؟ شهرين. انا نزلت 20 كيلو في شهرين. نزلت ما شاء الله. طب قولي لي بقى يعني الاختلاف اللي حصل في حياتك بعد ما نزلتي الوزن ده فرق في حياتك ازاي؟ طبعا الحركه اخف، المجهود بعمله بسهوله طبعا، يعني الصراحه ممتاز. اتمنى يعني انصح كل الناس ان هم يجربوه. ونفسيا وشكل اللبس عليكي والهدوم وصح؟ لا كل حاجه بصراحه كل حاجه اتظبطت. يعني امنا عايزاكي عايزاكي تحكي لنا يومك كده لما من اول ما بدات الكورس، كنت بتاكلي ايه؟ فطار غدا عشاء؟ الاناسيليم كنت بتاخديه مع انهي وجبه؟ يعني عايزاكي تحكي لنا غذائيا يومك من اوله لاخره كان عامل ازاي؟ هو انا كنت باخده بعد الفطار. الو ايوه معاك يا حبيبتي اتفضلي. كنت باخده بعد قبل الفطار بنص ساعه تمام. وكنت بفطر بقى يعني بفطر اي حاجه، اي بيض بيضتين مثلا. يعني كانت الدكتورة شريعة بصراحة بعت لي نظام كده كنت باخد منه أفكار وكنت بمشي عليه. وفعلا كنت بتحسي بالشبع؟ يعني ما كنتيش بتحسي ان انت عندك نفس الشهية اللي لا. كانت عندك قبل ما بتاخديه؟ كنت الأول ممكن مثلا في اليوم آكل أربع ترغيف عيش ولا حاجة. أنا مش شايفة ما شاء الله. دلوقتي لو أكلت نص ترغيف يبقى يعني ما بقدرش أصلا أكمله. نص رغيف ده قليل قوي ما شاء الله. طب قولي لي امنيه، دخلتي رياضه مع الكورس ولا لا؟ لا بصراحه ما دخلتش اي رياضه. يعني انت كده الخساسان ده بس الكورس والنظام الاكل. ايوه امنيه احنا يعني بنشكرك وبنبارك لك على ال 40 كيلو. امنيه دول كتير قوي. 20 في شهرين. 20 في شهرين بس. هي كانت بتقول هي كانت 100 ونزلت ل 60 في الشهرين. 20 كيلو ما شاء الله. 75 وزنها 75. هوصل لل 60 باذن الله وهثبت باذن الله. يعني يلا ربنا معاكي ويقويكي يا امنيه. دكتور لو في حد حابب ان هو يجيب البرودكت او يتواصل معاك وايه الطرق اللي ممكن يعمل؟ يتواصل معانا عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه سواء واتساب او كول او عن طريق الصفحات الرسميه بتاعتنا على الفيسبوك صفحه اون تارجت فارما وصفحه دكتور نيال حافظ، وكمان على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما والصفحه الرسميه بتاعه دكتور نيال حافظ. هي يا جماعه عندنا على الشاشه اهو لو حد عايز يصورها بالموبايل هي موجوده عندنا على الشاشه. ده انستجرام صح؟ اون تارجت فارما صفحه دكتور نيال حافظ. طب انا عايز اسالك برضو يا دكتور على حاجه. احنا كنا بنتكلم عن عن السكر كمان الدايت وكده. ناس كتير قوي بتخاف من الدايت وفي مفهوم يمكن انا لغايه وقت قريب كنت فاكراه ان السكر البني احسن بكتير من السكر الابيض وان ده كالوريز بتاعته اقل من ده، وبعدين اكتشفت ان الموضوع ده مش مظبوط. صح مش مظبوط تماما. انا ممكن بقى تفهميني القصه دي؟ هي نفس فكره اي حاجه بني هي نفس عدد الكالوريز. يعني السكر البني نفس كالوريز السكر العادي بالظبط. طب ليه الناس بتفضله؟ هو ممكن يبقاش بيسكر الحاجه قوي. أوكي. وبس ممكن يعني عبال ما بيتهضم برده او يوصل للدم بيبقى ابطا بكتير من السكر الابيض. اي حاجه بيضه احنا بنقولنا بتتكسر اسرع بكتير من الحاجات البنيه عموما. زي ما قلنا قبل كده في موضوع الدقيق والرز والمكرونه والحاجات دي. بس انا عايزه اقول لكم بقى ان الكورسز بتختلف من حد للتاني. يعني انا عندي كورس الاناسيليم العادي ده انا بحب لما اطلعه هو مثلا والسكر الدايت بدي لناس معينه. يعني الناس دي تكون مثلا عندها سيستميك ديزيز، امراض، عندها مثلا امراض قلب، ضغط شرايين، مرضى السكر، او السيدات عموما اللي بترضع فتره الرضاعه. طبعا احنا عارفين طبعا يعني السيدات بتملى في الوزن بشكل اسرع من الطبيعي فبتبقى محتاجه ان هي تظبط برده وزنها بشكل احسن. بس بيبقوا خايفين جدا برده بيبقى محتاجين حاجه امنه جدا بالظبط جدا. اي حاجه ما يكونش فيها كافيين لان كل حاجه بتوصل للبيبي. فطبعا كورس الاناسيليم هو امن جدا. هو عباره عن الياف طبيعيه بتملى حيز في المعده زي ما احنا قلنا وغني. هو مكمل غذائي على فكره. هو فيه فيتامين سي كمان وبيعلي عندي المناعه.
ده بالنسبه للكورس الانسولين العادي. بالنسبه لكورس الانسولين المكثف انا بديه بقى لاي حد ما يكونش عنده اي سيستميك ديزيز، زي حد مثلا عنده اوبيزيتي او هو عنده اوفر ويت زياده عن اللزوم فمحتاج حاجه تعلي معاه الحرق اكتر بالظبط، او حد كان عنده هيستوري في الدايت قبل كده ومحتاج ان هو يعني وصل لمرحله مثلا في الوزن ثابته وعايز يعلي الحرق اكتر شويه، فبنستخدم معاه كورس الانسولين المكثف. ده بيبقى عباره عن كورس الالياف برضو، بالاضافه ان احنا بنزود معاها كبسولات الانسولين دي بيبقى فيها كافيين وماده الكارسينيا كامبوجيا، دي بتعلي معايا الحرق جدا، باخدها مره واحده بعد الفطار. والانسولين الالياف باخده قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه وبشرب بعديه كوبايتين ميه. هنا بقى دي للحالات اللي هي عندها سمنه مفرطه ما عندهاش بالزبط. اي ما بتشتكيش من اي امراض بالزبط. فعايزين نزود عندهم، بنعمل اول حاجه ان احنا بنوقف بنقلل الشهيه عندهم بان احنا بنشبعهم اكتر، ثاني حاجه بنعلي الحرق بنعمل مساعده ثانيه زي الكبسولات او كمان ممكن ادي معاهم مثلا حد بيحب يشرب قهوه كتير قوي فانا ممكن مثلا ازود له الجرين كوفي. الجرين كوفي من الحاجات الحلوه جدا ومفيده قوي. هي ايه الفرق بينها وبين القهوه العاديه؟ القهوه العاديه بتبقى متحمصه درجات مختلفه فطبعا هي بتفقد جزء كبير قوي من مضادات الاكسده اللي بتبقى فيها فمبتدينيش الافكت بتاعها صح. فانا محتاجه مضادات الاكسده دي في جسمي. طيب انا لما باخدها بصوره ما فيهاش اي تحميص خالص زي ما موجوده في الجرين كوفي بتعلي معايا الحرق جدا، لان هي فيها كافيين عالي وفيها كمان ماده الكلوروجينيك اسيد. ماده الكلوروجينيك اسيد دي من المواد اللي بتعلي معايا الحرق جدا وفي نفس الوقت بتحافظ على مستوى السكر في الدم. وكمان في ريسنت ريسيرشز مؤخرا اثبتت ان النسبه بتاعتها عشان تبقى افكتيف يعني تديني الحرق اللي انا عايزاه لازم تبقى 45%، فاحنا موجوده عندنا في الجرين كوفي بنسبه 50%، وعندي كمان فليفرز منها مختلفه، يعني عندي الفليفر بتاع البندق وفليفر الموكا عشان طبعا هي طعم القهوه بيبقى الخضره مختلف عن القهوه العاديه خالص، فاحنا حاطين يعني زي وقوامها كمان بتبقى خفيفه شويه خفيفة وفي نفس الوقت هي طعمها حلو بس بالمحليات اللي احنا عاملينها زي بس انتوا دكتور لازم اكيد طبعا يعني بتراجعوا على الحاله الصحيه للمريض، لان يمكن القهوه الخضراء دي بتعلي الضغط. يعني انا في فتره كده كنت بشربها وانا ما عنديش اي علم، انا فاكره بقى القهوه بقى البيور بقى لا هي الخضراء اكتر من القهوه العاديه عشان هي مليانه كافيين فيها وبتسهر. بقول لك ما بتفقدش اي حاجه من العناصر بالغلط بالليل عشان كده انا ما اقدرش اديها لمرضى القلب هو اصلا عنده مشاكل في القلب اديله حاجه تعلي الهارت ريت صحيح ممكن اديله مورينجا. المورينجا تعمل ايه؟ المورينجا من الاعشاب الحلوه جدا 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 يعني انا بسميها الحل السحري لاي حد عايز فعلا يخس وفي نفس الوقت يحافظ على صحته من حاجات مهمه قوي زي السرطانات مثلا. يعني المورينجا هي عدو شرس لثلاث حاجات، عدو شرس للناس اللي هم يعني مرضى السرطانات بتحافظ جدا على صحتهم بتخليهمش يتعرضوا للسرطان، بتظبط مستوى السكر في الدم وكمان غنيه بمضادات الاكسده وماده الزياتين او هرمون الزياتين اللي بيحافظ على الجلد من سرطان الجلد فهي فيها حاجات كتير مفيده. انا في حاجه في جسمي كده بتحصل اسمها الشوارد الحر، الشوارد الحرة او الفري راديكلز دي بتحصل في الجسم نتيجة حاجات كتير قوي. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزيئات اكسجين نشطة بتلزق في الخلايا بتعمل لي ايه؟ بتلخبط لي الوظائف الحيوية بتاعت الخلايا وده على فكره اللي بيسبب ساعات سرطانات. يعني هو السرطان عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان الخلايا مش بتادي الوظيفه ساعتها بطريقه صح، هي بتبقى هايبر اكتف وبتعمل حاجات مش مبرره يعني حاجات غلط. فانا عشان احافظ على نفسي من الفري راديكلز دي لازم يبقى عندي مضادات اكسده عاليه جدا تحارب الفري راديكلز دي. بتجيلي من ايه؟ بتجيلي بقى من التوتر، من الضغط، اتعرضت مثلا ان انا اخدت الضغط النفسي الرهيب للأسف بقى يعني الضغط النفسي الرهيب بيعرضنا للحاجات دي. هو الستريس ده هو العدو كل الامراض لسه كنا بنقول ايه قبل الهواء. الستريس ده يعني لو بتعملي ايه بس هاديه نفسيا كده حياتك هتبقى مظبوطه. اخيرا يا دكتور للاسف وقت حلقتنا خلص بس اخيرا عايزاكي تفكري الناس لو عايزين يتواصلوا مع حضراتكم يعملوا ايه؟ يتواصلوا معانا عن طريق الارقام اللي موجوده على الشاشه واتساب او كول، وعن طريق الصفحات الرسميه بتاعتنا بتاعت شركه اون تارجت فارما على الفيسبوك، الصفحه الرسميه بتاعت دكتور نيال حافظ، وكمان على الانستجرام الصفحه الرسميه بتاعت اون تارجت فارما وصفحه دكتور نيال حافظ. دكتور بشكرك شكرا جزيلا نورتينا وان شاء الله تكوني موجوده معانا في الحلقات الجايه. للاسف الشديد حلقتنا النهارده خلصت من الحريفه، استنونا بكره في حلقه جديده.
باي.